اخبار اليوم. حماد بيخش لهم الثالث. أنا مسرح النهار وبروفات المدينة الفاصلة، ومعانا وبيشرفنا النهاردة يكون معانا في أخبار اليوم الفنانة نسرين يوسف. منورانا في أخبار اليوم نسرين. أهلا بيك وأهلا بأخبار اليوم. نسرين بقى كلمينا عن اشتراكك في المدينة الفاصلة ودورك، طلع يعني دور مختلف المرة دي. الحقيقة يعني هي المسرحية كوميدي، هو أنا سعيدة جدا بالتجربة دي. مشروع ضخم بترعاه قناة النهار و دكتور أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية، فأنا سعيدة قوي أن أنا معاهم في التجربة دي، أن جات لي الفرصة أن أبقى موجودة. المدينة الفاصلة هي بتحكي عن العشوائيات بكل إيجابياتها وسلبياتها، بس في نطاق كوميدي. أنا بعمل شخصية مذيعة بتغطي كل أحداث المدينة، شخصية اسمها فريدة، بس هو الكاركتر مكتوب كوميدي، فأنا أول مرة أعمل الحقيقة كوميدي، فسعيدة جدا طبعا بالتجربة، ويا رب العرض يعني ينجح ويبقى زي ما أنا متخيلة إن شاء الله. عملت مسرح قبل كده؟ طبعا عملت وداعاً يا بكوات مع أستاذ لينين الرملي وعصام السيد، وعملت أعلى دكتور أستاذ لينين الرملي وأستاذ عصام السيد برضو، وعملت سوء تفاهم لألبير كاميو على الهناجر والعايم. يعني الحمد لله الحقيقة حظي كويس ان انا لما بشتغل مع حد بيبقى عندي تجربة ان بجتهد في شغل، بيبقى عندي الفرصة ان انا اجتهد في شغلي، فالحمد لله ان هم بيرشحوني تاني معاهم. كان مسرح النهار او تجربتكم تجربة مختلفة شوية عن المسارح التانية او القنوات التانية اللي خدت مسارح. انتوا يعني كل مسرحية لها نجوم مختلفين، كل مسرحية لها كاركترات مختلفة، فانت ممكن تعملي اكتر من عرض ولا هتكتفي بالعرض ده بس؟ يعني على حسب، انا حابة ان انا ابقى موجودة في نفس الكاست اللي انا ابتديت معاهم، حابة ابقى يعني لو عندهم اعمال تانية احب ان انا اشترك معاهم. انا بثق جدا في استاذ حمادة فتوح المخرج واستاذ وائل يوسف الكاتب، وفي يعني في لغة تفاهم ما بيننا، فاحب ان انا اشتغل معاهم طبعا مرة تانية وتالتة لو هم شايفين ان انا استحق ان انا ابقى معاهم في الفرقة بتاعتهم. ستارز بيكتشر بقى، ومبروك التعاقدات الجديدة ومجموعة من المسلسلات ومجموعة من الافلام. كلمينا ازاي تم التعاقد واشتغلت معاهم؟ ستارز بيكتشرز طبعا دي تجربة مختلفة ومهمة جدا، مهندس محمد مراد ودكتور خالد يكن، انا بشكرهم جدا ان هم وثقوا فيا وان انا مضيت معاهم. شركة مهمة من اهم الشركات دلوقتي، هتنتج عدد ضخم من الافلام، مضوا مع فنانين كتير مهمة بالظبط، فانا شايفة ان دي فرصة مهمة جدا في السنين اللي جاية. انت مهمة نسرين والله. ربنا خليك، ربنا خليك، ربنا خليك. انت من الممثلين اللي بجد لقيت استحسان من الناس كتير جدا في رمضان، وجمهور كتير جدا، بقى لك شعبية كبيرة جدا في رمضان. الحمد لله يا رب، ويا رب بقدر احافظ على ده وتفضل الناس تحبني، لان انت يعني ان الناس تحبك دي نعمة كبيرة من عند ربنا، فانا عايزة دايما ابقى عند حسن ظنهم، اللي هو يفضلوا يحبوني، يعني يبقى نعمة من عند ربنا، فيا رب ان شاء الله. ونورتينا في اخبار اليوم. ربنا يخليك، وميرسي جدا 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 لاخبار اليوم. شرف كبير ليا ان انا ابقى معاكم النهارده. ميرسي جدا.